منذ أيام تحدثنا عن جامعة وادي سوف، هذه الجامعة التي بدورها تعرف فضائح ما يندله الجبين، التوظيف بالمعرفة، بيع الشهادات، الابتزاز، التحرش الجنسي بالموظفات والأستاذات والطالبات. منذ اليوم اللي حكيت فيه على جامعة وادي سوف والرسائل تتهاطل علي من طلبة موظفين وما إلى ذلك من هذه الأمور، عندما تحدثنا وكشفنا حول واحد الامتحان يتعلق بالتوظيف لحاملي شهادة الدكتوراه، وأعلننا عن أسماء الذين رشحوا للنجاح مسبقا بسبب العلاقات وبسبب أشياء كثيرة، ووصلتنا معلومات بأن وزارة التعليم العالي فتحت تحقيق فيما يحدث. نعم، فتحت تحقيق، وهذا وردنا من مصدر في وزارة التعليم العالي أكدنا بأنه تم فتح تحقيق، وهذا شيء إيجابي. أمر آخر من ولاية وادي سوف، تقول بعض المعلومات أن الوالي أمر بإعداد تقرير، وتمنى الوالي أن لا يكتفي بإعداد تقرير، لا، أطلب تحقيق. هذا مرهم أبناء الشعب الجزائري يتلاعبوا بهم بهذه الطريقة؟ هذا مرهم شرف الجزائريين لما يصل الأمر بالابتزاز نتاع الموظفات والطالبات وكذا وكذا؟ خلونا، يعني كيفاش العائلات الآن اللي مرسلين بناتهم يدرسوا في الجامعات وهم يسمعوا فينا كإعلاميين نتحدث عن ظاهرة الابتزاز، كيفاش يثقوا مستقبلا يخلوا بناتهم يخدموا ثم ولا يدرسوا ثم ولا وشي؟ لازم الأمر، لأنه في قضايا شرف، ووادي سوف منطقة شريفة وأهلها من سوافة هذم، يعني يقولها بكل صراحة، وأنا ابن مدينة تبسة وعاشرت أهل وادي سوف من خيرة الناس، يعني شعب أصيل، ناس أصلاء، أهل كرم وأهل شرف وأهل أنفة وأهل عزة وأهل سعدد، ووطنيين يحبون وطنهم ويتطلعون إلى ما فيه الخير، ولكن هذه الشوائب الفاسدة راهي موجودة في كل مكان بلا أدنى شك، تستغل المال وتستغل الأعمال وما إلى ذلك. يا جماعة الخير، إذن هناك تحقيقات من وزارة التعليم العالي في هذه القضية، نتمنى أن تصل إلى نتيجة، مش تحقيقات من أجل التحقيقات وأعمل لي ملف وقل لي لا الأمور تمام التمام والشمس مشرقة والعصافير تزقزق وما إلى ذلك، مش هكذا. الجامعات في وادي سوف فيها فضائح أخلاقية، تحرش، ابتزاز، إدمان، حتى بيع الحبوب المهلوسة في حرم الجامعة، وتم اكتشاف حالات وتم التغطية عليها، لأن الذين تورطوا فيها أبناء ناس نافذين في الأجهزة الأمنية وفي الدرك الوطني والشرطة والمخابرات، وناس عندهم علاقات وأبناء عائلات مرموقة من أصحاب الثراء وما إلى ذلك من هذه الأمور. حذاري ثم حذاري، هذه راهي ملفات ملغومة، وعندي تفاصيل قضايا التحرش وقضايا الابتزاز، عندي شكاوى وصلتني من نساء عاملين هناك وطالبات، يعني أنا تهاطلت علي الرسائل من الطلبة والطالبات بطريقة عجيبة بعدما نشر هذا الفيديو. أمر آخر، لم يقتصر الأمر على هذه الجامعة اللي تحدثت عليها، بل أنه هناك المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية. هذه المدرسة العليا افتتحت حديثا، وتم تعيين لحبيب قدة كمدير، وكان هو الحبيب قدة كان عنده نائب مدير في جامعة وادي سوف، راهم كلها شبكة واحدة، كلهم عندهم علاقات. أنا لا يهمني هذا الشخص بقدر ما يهمني أنه فيه دكتور هذا درس في الخارج، درس في الخارج ونال شهادة الدكتوراه وعنده براءة اختراع ورجل عالم في هذا المجال، راه يعاني معاناة كبيرة رغم أنه دخل الجزائر في إطار عودة الكفاءات. تبوني صدع في الجزائريين وإعادة الأدمغة والكفاءات الجزائرية في الخارج، عندك كفاءة؟ خليني نظهر لكم مثلا بعض الفيديوهات التي نشرت عنها، يعني رجل قام بمعنى الكلمة. درست
وأتممت دراساتي العليا دكتوراه في سنة 95 من جامعة بوزنان ببولندا. الآن جيت بعد النداءات باش نعاون البلاد بما أستطيع فيه في مجال زراعي. فوجدت في هذا المجال أنه في مدينة الواد التي تعتبر من أكبر المدن الآن إنتاجية وزراعية. هذا هو نيلي محمد الصغير. نزيد نظهر لكم شيء آخر تم الحديث عنه. ها هو الدكتور نيلي محمد الصغير. ها هو مع مثل هؤلاء الوقت ليس له قياس، يومين كاملين في فندق المركير عفوا، واستقبال جيد في وزارة الخارجية. يعني شخصية قام بمعنى الكلمة. ها هو أمامكم أيضا. ها دكتور نيلي محمد الصغير، جامعة والوادي أستاذ، وكذلك بجامعة بوزنان ببولندا. اليوم جيت نشارك إن شاء الله في محور الأمن الغذائي بمادة اسمها الهيدروجين، وهي عبارة عن بوليمر اللي يقدر يختزل لنا استهلاك المياه إلى النصف. لم نرد أن نتكلم على هذه المادة من قبل. هذا الرجل راح نحدثكم عليه في بعض الأمور. يعني يعتبر كفاءة بمعنى الكلمة، كفاءة جزائرية جاءت من الخارج لخدمة الجزائر، لا يحتاج مال ولا يحتاج ثروات ولا أي شيء من هذا القبيل. الرجل عمل كل ما في وسعه حتى لا يعني من أجل أن يخدم بلده برزقه وماله. غلقوا في وجهه كل الأبواب، رغم أنه فتح أبواب أوروبا والجامعات الأوروبية أمام هذه الجامعة، جامعة وادي سوف، هذه جامعة في والوادي. اسمي نيلي محمد الصغير، أستاذ محاضر بجامعة الوادي وبجامعة بوزنان ببولندا. أتممت دراسات هناك في 95، وتحسب من الوقت نتاع اللي تحقق الصلاة من 95 أتممت حقق 10 من 95 أتممت الدكتوراه دورة، وبعد خلصت الإيجيا أسوي جسوي انترناسيونال دورة ممتاز. أنا جسوي أنا دكتوراه انترناسيونال في لي سوسيتي أن جي إي، جو في لي سيستم إيزو. بعد ربما إن شاء الله الطالب نتاعي راح يسوقني في دكتوراه على الإيزو 14001. من غير هذا لا أريد أن أتحدث عن الكثير. اشتغلت يعني عدة مناصب كبيرة، منها آخرها أنه في شركة فيليبس عنيديت، شركة فيليبس وقصران، كنت مدير بتاع تنفيذي لمصنع الإمارة التركية لهذه الشركة. خدمت لما الجزائر احتاجتنا في يوم من الأيام في مشكلة الجراد، كنت من السباقين ومدية الحقوق، لكن للأسف كانت حقبة عمل كان وراء أكثر من 5 معاهدات مع جامعة ومخابر بوزنان، والتي حاليا طلبة وادي سوف من الماستر والدكتوراه لهم الحق، ويعملون في المخابر البولندية بدون أي مقابل. من أهم الأعمال التي قام بها هذا الدكتور وفي السنوات الفارطة 7 أنه دار عقد عمل مع جامعة أريزونا بالولايات المتحدة. للأسف كل هذا العمل وهو عبارة عن ماستر مشترك بين جامعة الوادي سوف وجامعة أريزونا في التكنولوجيات التحويلية والزراعية. لكن السيد نائب مدير العلاقات الخارجية اللي كلف بإدارة هذا تاع الحبيب قدة جهلها وحطها جانبا ولم يقدم. شوف، كان هذا الرجل في مطلع التسعينات، في بداية منتصف التسعينات كان دكتور، كفاءة بمعنى الكلمة، عالم، عنده براءة اختراع على حسب ما درست عنه واكتشفت، ويتم إقصاء وتهميشه. والناس اللي محصلين على شهادة دكتوراه بطريقة التزوير وشراء في تونس، يعني راهم هم الذين يتولون. شوف التهميش، الرجل مهمش التهميش، رغم أنه عنده الجنسية الأجنبية وبإمكانه يبقى في الجامعات يعيش 5 نجوم
وكل الإمكانيات متوفرة ليه ويصول ويجول في العالم كما يريد، خلى كل شيء وجاء وساهم في عدة تحديات فلاحية وزراعية ومنها قضية الجراد وكذا وكذا، والسيد جاء يحمل نظريات ويحمل أفكار. تعرفوا شي يديروا له؟ تخيلوا يا جزائري، تخيلوا بربكم وش يديروا له؟ ما واش داروا له؟ داروا له حتى تقديم اسمه لما افتتحوا هذا المعهد او هذه نتاع المدرسه العليا للفلاحه الصحراويه، لما فتحوها اسمه لم يقدم في اطار الاسماء المقترحه لاداره هذه المدرسه العليا. يعني مدرسه عليا جيب لها واحد ما عندوش تجربه في حياته الفلاحيه، ما عنده حتى شيء في هذا المجال، وتروح تقصي عالم وإنسان يعني خلى الامتيازات نتاعه في الخارج وعاد لخدمة الجزائر. هذا نموذج من البلاوي اللي تحدث في وادي يوسف. أنا راني أعطيت لكم هذه النموذج، وأنا أتمنى أصل إلى هذا الدكتور، وأتمنى إذا بلغه هذا الكلام، هذا الملف الذي وصلني، أتمنى يتواصل معي. يعني حقيقة شيء مذهل، طاقة كبيرة يتم تهميش ويتعرض لتضييقات كبيرة من طرف هؤلاء البارونات الذين سيطروا على كل شيء. لأنه لماذا؟ على حسب المصادر تبعي تقول بأنه هذا الشخص نظيف، ما هوش فاسد ولا يريد الفساد، وهم يريدون في هذا القطاع نتاع الفلاحة والصحراوية فيها أموال طائلة، وفيها تورطت بارونات نتاع مال واعمال وكذا وكذا، وهم لا يستطيعون ان يدخلوا هذا الشخص في هذه، يمسك كليه ومدرسه عليا بهذه الطريقه، سيغلق الكثير من الابواب عن الفاسدين والمفسدين اللي يتاجروا بالشهادات ويتاجروا بكل شيء، وهذا درس في كبرى الكليات في الخارج وعاد لخدمه بلاده. وقلت لكم يولوا في المناصب، هذا يجيب صديقته، هذا يجيب بنته، هذا يجيب أخته، هذا يجيب أخوه، هكذا صاير. هذا الذي يجري في جامعات وادي سوف التي يجب أن يكون تحقيق شفاف في هذه الكوارث. هنا فقط أريد أن أنبه على شيء، وهذا وصلني توضيح في الحلقة الماضية. حلقة الماضية اسمعوا لي واش قلت في هذه الكلمة ونوضح لكم بعض الشيء. يعني في صورة تجمع الأمين العام مدلل شوقي، مدير فرع المستخدمين قيس عبنة، أمين عام كلية الشريعة هشام ميسى، إداريين اشتروا، هكذا يقول التقرير، يتهمهم بأنهم اشتروا دكتوراه تونسية ويوظفون قبل دكاترة صرفت عليهم الجزائر ملايير. هنا تجدر الإشارة من باب أنني عندما تحدثت المرة الماضية قلت أي واحد معني أو أي شيء يتعلق ذكرنا اسمه ولا شيء من هذا القبيل ومن حقه أن يقدم توضيح. وصلنا توضيح، وهذا التوضيح ماذا يقول؟ يقول بأنه هشام هذا الذي تحدثنا عنه ما تحصل على شهادة الدكتوراه في تونس، هذا تحصل عليها في ولاية مستغان. هذا من باب التنويه ومن باب حق أي واحد في التوضيح. ونقول ونجزم مرة أخرى أنه أي واحد عنده توضيح ولا كلمة معينة ولا شيء معين فيما يخص ما نحكيه عليه أن يتواصل معنا، ولدينا الشجاعة الأدبية في وما تقتضيه المهنية الصحفية أنه كل شيء يكون واضح وكل واحد من حقه أن يوضح ما لديه. إذن إخواني الكرام، جامعة وادي سوف راهي تحت تحقيقات، وتحقيقات من وزارة التعليم العالي، وأيضا هناك الوالي طلب تقرير فيما يخص هذا الموضوع، والذي نتمناه أنه يكون هناك تحقيق يصل أيضا حتى إلى القضاء. نحن لا نريد ولا عندنا حسابات مع الأشخاص هذم اللي سميناهم واللي ذكرناهم بناء على ما وصلنا، ما عندنا لا ناقة ولا جمل، سوى أنني منذ أن فتحت ملف قسنطينة قلت لكم أي جامعة تصلني ملفات عندها راني لن أصمت أبدا. ووصلتني ملفات جامعة تبسة، جامعة وهران، جامعة الجزائر، أيضا كلية الإعلام والاتصال في الجزائر العاصمة، وصلتني أيضا من ورقلة،
وصلتني من جامعة باتنا من بسكرة، وصلتني كثير من الملفات راهي قيد الدراسة، وبإذن الله عندما تستوفي الأمور سنتحدث عنها بالتفصيل بحول الله تعالى، ونتمنى الخير. نحن لا نريد، نحن لا نريد شرا ببلادنا. هذه فضائح يجب أن تعالج. تبوني يجي يقول لي راه كملت 5 سنين قضينا مع الفساد والناس ما زالت الفساد تغلغل في الجامعات. أنا ما نتحدثش على ما يحدث في مديريات التربية من بيع المناصب والتلاعب بالأموال، ويا الله يشوف الجزائر عبارة عن قنبلة نتاع فساد ما كانش قطاع. حتى المساجد، حتى المساجد فيها سرقة تبرعات التي تقدم من طرف المرتدي المسجد والمصلي، تسرق وتمشي في صفقات وما إلى ذلك. ما نتكلمش على صندوق الزكاة وأشياء من هذا القبيل. نتمنى إن شاء الله تعالى أن نصل إليها جميعا من خلال ما يصلنا. فهمنا هو أن تكون الجزائر نظيفة وليست ملطخة بهذا الحال الذي ماشي بينا إلى ما هو أسوأ من التلطيخ إن بقي الوضع كما هو نراه. كذابين يتاجرون بكل شيء، يدعون النظافة والقداسة، وهم بلغوا منتهى الدناسة والتعاسة والنجاسة أيضا. وض كلام جيد.